راح نكمل اليوم في البريشر ميجرمنت. واحد طرق قياس البريشر يكون في عندنا حجاب، كلمة دايفرام أحيانا بيجي اسمها كمان حجاب أو وشاء. هلا هون لو عندي مثلا هون بروسيس بدي أقيس الضغط تبعها، والضغط عماله بيجي على هذا الحجاب، ولو فرضت إنه هذا ديسك، يعني لو طلعت عليه كان ديسك هيك بهذا الشكل، طبعا هذا الديسك مثبت من كل النقاط هاي اللي موجودة هون، راح يصير في بريشر عليه، فالبريشر عليه يسبب فيه ديفليكشن، فلو بالغنا بالديفليكشن راح يصير في عندي ديفليكشن بهذا الشكل. معظم طرق قياس البريشر مبنيه على شغلتين، على طريقتين، بعرض شيء لبريشر، البريشر هذا بينتج عنه يا ديفليكشن وبنتج عنه ستريس. هلا يا اما بقيس الديفليكشن اللي صار هون، يا اما بقيس الستريس اللي صار على الدائره. فمثلا اذا بتتذكروا حكينا عن البوردون تيوب، البوردون تيوب كان عندي سي تايب، سي تايب بوردون تيوب اذا متذكرين، اللي هو بدا من انبوب عادي، بس شكلنا الانبوب، تشكل الانبوب وصار الكروس سكشن تبعه زي الفلات. لما عملناه فلات، هلا لو سكرنا هاي هون وحطينا هون زي بوينتر وعرضنا هذه هون للبريشر تبع البروسيس، لاحظوا هون البريشر راح ينتج عنه ديفليكشن، والديفليكشن راح تعطيني قيمة موجودة هون. لكن بالحالة هاي هون البريشر هون راح يأثر على هذا الدايفرام، وإذا رسمت هذا الدايفرام راح الاقي عند أي نقطة هون، لو أخذت هاي النقطة وطلعت عليها هون راح يتكون عليها تو ستريسز، راح يتكون في ستريس بهذا الاتجاه، وأنا بسميه هون في واحد تانجنشال راح يكون، وفي ستريس راح يتكون بهذا الاتجاه اسمه راديال، راديال اند تانجنشال. الكل فاهم التعابير راديال وتانجنشال. لو انا عندي دائره، لو رسمت خط هيك شو سميناه هذا الخط؟ هذا تانجنت اللي هو المماس، وبعدين لو اجينا من النقطه هاي ورسمنا هيك هذا ايش صار؟ هذا راديوس. فهذا الاتجاه احنا بنسميه راديال، واذا بتتذكروا كمان راح تاخذوا في الماشينز بتاخذوا كلمه اكسيال، اكسيال راديال، كل الاتجاهات هذه، يعني هذول كلهم هون الاتجاهات هذه راديال، كل النقاط هذه تانجنشال لانها تماس، وهذا الاتجاه اكسيال. هذول بتحتاجوهم لما تيجوا بالماشينري تدرسوا ماشينري، كان هاي الاتجاه هذا اكسيال، تانجنشال بهذا الاتجاه راديال. لو جينا طلعنا هون اذا على هذا الدايفرام اللي موجود عندي هون، بكون معمول من ستيل مثلا، من ماده معينه ستيل، راح يصير في ديفليكشن، وطبعا في فورمولا بتحسب لي قديش الديفليكشن بصير عند النقطه هاي، وقديش الديفليكشن بصير عند نقاط مختلفه. زي لو انت عندك نفس الطريقه، لو انا عندي هون جبت سمبلي سبورتد بيم. دكتور بس اللي عم تكتبه مو مبين بالكلام. شو مبين؟ جاي لتحت.